السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. معكم أخوكم مصطفى. إزايكم؟ وحشتوني، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. موضوع فيديو النهاردة كان فيه سؤال بيتسأل، بيقول إن هو محتار يعمل إيه في السقايات. الحمام بيتبرز في السقايات، يعمل في السقايات إيه؟ او يعمل الحمام ايه عشان ما يعملش في السقايات. وسؤال تاني بيقول ان هو ايه الكلفة، ليه الحمام عنده مش بيبيض من زمان، وان هو بيأكل صنف واحد بس من الاكل، بيأكل دورة حمام بس. طيب انتوا شايفين الحمام جاي ياكل من ايدي ايه؟ ده فول الحمام يا جماعة، اهم مكون واهم عنصر في كلفة الحمام اللي هو فول الحمام. ده الفول ده اهم شيء هيخلي الحمام يحبك، الحمام يتعود عليك. لما تأكله من ايدك كده هيجي على الفول، لو مسكت شوية فول كده الحمام هيجي ياكل وهيحبك وهيستناك لما تيجي تأكل علشان يجي ياكل من ايدك شوية فول. ده بالنسبة للكلفة، ان هي اول حاجة واهم حاجة فيها واللي هتخلي الحمام يرجع يبيض تاني او يحص من جديد. الحمام اللي قاطع بيض من زمان اللي هيخليه يبيض هي فول الحمام ده يا جماعة. من غير فول الحمام الحمام مش هيبيض ولا بيضة، تمام؟ ده البروتين، ده الفيتامينات، ده في كل العناصر اللي هتخلي الحمام يبيض من اول وجديد لو الحمام بتاعك قاطع بيض. طب نرد على السؤال الاول ونرجع نكمل، ايه هي الكلفة الحمام وايه افضل كلفة ممكن تعملها. ده يا جماعة دي سقاية او مسقة اكل، مسقة مية اسف، ودي مسقة الاكل. لو نلاحظ الاتنين، رغم ان المسقة دي اكبر في الحجم، يمكن دي تاخد لتر ونص واللي هنا دي تاخد نص لتر الصغيرة دي، لكن لو تلاحظ الفرق الفتحة بتاعتها، شفت الفتحة بتاعت اللي الحمام بتحط بقها فيها، فتحة صغيرة. يبقى الحمام لو وقف على الفتحة دي، لو وقف برجله يبقى هيعمل هيتبرز بره غصب عنه، لان هو هيقف على شفة من دي، اكيد اكيد هيكون الناحية التانية خارج هنا، فمش هتنزل في قلب المية. ودي كمان الاصغر، ده للحمام اللي هو محبوس على قد جوز حمام، ممكن تاخد جوزين المسقة دي، وفي اصغر من كده كمان. يبقى لو لاحظنا كده الاكلات غير السقايات، دي تبقى للاكل، كبيرة دي للاكل، فتحتين اللي هما الاتنين الكبار دول فتحتهم اوسع، بنحط فيهم الاكل الحمام بالشكل ده، الحمام ياكل منها. اما التانية اللي فتحتها ضيقة تبقى للمية زي ما شايفين حضراتكم، يبقى دي للأكل والتانية للمية. كده الحمام عمره ما يتبرز في المية. وفي نفس الوقت لما تحط أكل للحمام، حط الأكل على قد الحمام بس اللي ياكله، والباقي ما يتبقاش قدامه حاجة. وبعد ما يخلص أكل تروح جاي، خلاص أكل الحمام، بعد ما يخلص اكل تيجي المسقة زي كده او الاكالة اللي زي دي، لو بتستخدم الاكالات دي، وتروح قلبها بالشكل ده. يبقى مع احنا ضمننا ان ما عادش فيها اكل، والحمام مش هيعمل فيها مرة تانية، تمام؟ يبقى بالشكل ده عرفنا ايه اللي بيخلي الحمام يتبرز في المية. طيب ايه هي كلفة الحمام المتوازنة واللي الحمام يكون محتاج لها؟ لو شفنا او نقرب كده للكلفة دي هنلاقي فيها ايه. طبعا الفول زي ما قلنا اول عنصر، زائد الدورة الحمام، الدورة العويجة، زائد الدورة الاصفر، زائد البسلة سواء بسلة خضراء او بسلة صفراء، زائد العدس، العدس زائد ان في قمح، زائد ممكن حد تاني يضيف لها اكل عصافير او يضيف لها اضافات تانية، لكن هي دي المتعارف عليها. المكونات اللي انا قلت لكم عليها هي المتعارف عليها.
ممكن تضيف ليها تضيف اليها بعض من السمسم. السمسم مفيد جدا جدا يا جماعة للحمام، هنبقى نتكلم عنه في موضوع تاني، موضوع لوحده. موضوع السمسم ده، السمسم مفيد جدا لتخصيب البيض، الذكورة اللي ما بتخصبش البيض. السمسم غني بالسيلينيوم، هيساعد جدا ان الذكر يخصب البيض والنتاية تبيض وما تبيضش بيضة واحدة. موضوع السيلينيوم ده اللي هو السمسم هنعمل ليه حلقة مخصوص ان شاء الله. لكن هو الموضوع فيديو النهاردة اللي هو زي ما قلنا، ايه الفرق بين المسقة والاكالة، وازاي تحط كلفة الحمام اللي هي اهم شيء فيها زي ما قلنا الفول. الفول لو انت مش بتاكل الفول، شبع الحمام فول هيبيض لك تاني، هيبيض من اول وجديد. يمسك كده اكل الحمام فول لحد ما الحمام ما عادش يجي ياكل فول، خلاص ساب الفول قدامك، تعرف ان هو الحمام خلاص خد كفايته من الفول. اكله كده بالشكل ده لحد ما يستكفى. هنسيبكم تشوفوا الحمام وهو بياكل من ايدي الفول، هو بسم الله ما شاء الله هيعوضه عن اي عناصر بتنقص الكلفة او بتنقص الغذاء بتاعه. يعني هنقول ده المكمل الغذائي بتاع الحمام، وده اللي هيبقى خاصة في فصل الشتاء يا جماعة. الشتاء محتاج دفى، البروتين بيدفي الحمام، بروتين اللي هو في الفول بيدفي الحمام، هيخلي الحمام يرجع للانتاج تاني، هيبيض ان كان الحمام قطع بيض، ان كان الحمام بيبيض بيضة واحدة هيبيض البطين، لو ما بيبيضش خالص يبدأ يبيض من جديد، هيخلي الذكورة تخصب. طبعا هيكون مغذي جدا، البروتين بالنسبة للحمام زي اكل اللحمة بالنسبة للانسان يا جماعة. شفت ازاي؟ ده اللحمة بتاعة الحمام، ايه اللحمة بتاعة الحمام اللي هي الفول. وبكده يكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة، لو لسه ما اشتركتش فعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.